السلام عليكم خوتي. في هذا الفيديو غادي نهضروا على جوج ديال الاخبار جد مهمه. غادي نهضروا على السبب ديال تعليق الرحلات البحريه ما بين ميناء طريفه وميناء طنجه المدينه، وكذلك ميناء الخزيرات وميناء ديال سبته. كذلك اخوتي غادي نهضروا على التنقل ديال القنصليات المغربيه، وهذه المره غادي نهضروا على القنصليه المغربيه المتواجده ببالما دي مايوركا، حيث السي عبد الله بيدود اللي هو القنصل العام للمملكه المغربيه ببالما دي مايوركا خلى لنا واحد الاوديو طويل فيه التوضيحات الكامله يعني فيما يتعلق بهذه العمليه ديال التنقل، وشنو اللي خصهم يعملوه المهاجرين المغاربه الموجودين في الازلاس ديال بالما ديال مايوركا، واول تنقل غادي يكون للازلا ديال ايبيسا. المهم كنتمنى تسمعوا الاوديو كامل ديال القنصل العام. كذلك اخوتي غادي نهضروا على توقيف شخص او مهاجر مغربي قام بتهريب 54,000 ديال الاورو كما العاده اخوتي، يعني ما غاديش نطول عليكم في هذا الفيديو بزاف. عطيونا اللايكات ديالكم بزاف، وكنتمنى تسمعوا الاوديو الكامل ديال السي عبد الله بيدود. وكذلك غادي نهضروا على الاعلان ديال القنصليه المغربيه بمدينه برشلونه، يعني كتذكر للمره الثانيه يعني القنصليه المغربيه ببرشلونه يعني كتعلم كافه المواطنات والمواطنين المقيمين بدائره نفوذها الترابيه انه قد بدا العمل بنظام المداومه أيام السبت والأحد والعطلة الرسمية انطلاقا من تاريخ 5/6، وذلك حصريا من أجل معالجة الحالات الاستعجالية وتمكين المواطنين من سحب جوازات السفر وبطائق تعريفهم الوطنية الإلكترونية فقط. يعني نهار السبت والأحد القنصلية المغربية ببرشلونة يعني كتعمل باش يعني تسلم الجوازات ديال السفر والبطاقات الوطنيه. خوتي كما العاده لايكات ديالكم. هذا الفيديو ما غاديش نهضر بزاف لان فيه الاوديو طويل ديال القنصل العام للمملكه المغربيه بمايوركا. يا اخي عثمان كتقوم على مبدا يعني ديال المساواه ما بين جميع المواطنين، الطريقة ديال العمل ديالها بسيطة وسهلة، وكتسهل لنا المرور للمرحلة المقبلة اللي هي القنصلية بالمواعيد. إذن فيكفي أن أي مواطن بغى باش ياخذ الخدمة اللي غادي يجي من قبل من قبلها أنه يرسل بريد إلكتروني، يرسل رسالة إلكترونية فيها الاسم ديالو ونوع ديال الخدمة اللي كيطلب، ويرسل معها الوثائق المثبتة واللي كاينه في الصفحه ديال الفيسبوك ديال القنصليه، فيها جميع البيانات، جميع الخدمات، جميع الوثائق المطلوبه وجميع الشواهد، جميع الوثائق اللي كتعمر يتيليشارجي يعني الشواهد او البيانات اللي خوتي المغاربة الجالية المغربية في كل مكان. سلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة في كل مكان. ودائما وابدا كما العادة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال. ونبداو على بركة الله بهذا الخبر المهم، حيث يعني تقرر تعليق جميع الرحلات البحرية بين ميناء طريفة وميناء طنجة المدينة. وهنا كيقولوا باللي حتى توقيف الرحلات ديال ميناء الجزيرة الخضراء وسبتة كذلك. كنقول لكم هذا الخبر اخوتي باش يعني الناس اللي غادي تجي من بعيد، خاصة اللي غادي تجي من بعيد، يعرفوا باللي هاد الايام راه الرحلات البحرية ديال هاد جوج ديال الخطوط راها متوقفة، والسبب وهو الرياح القوية فقط اخوتي، اللي كاين اللي كيقول اللي واصلة 90 كيلومتر، وكاين اللي كيقول واصلة حتى 100 كيلومتر في الساعة. وهذا الشيء بدا يعني هذا الشيء اخوتي يعني معروف، يعني الايام ديال الشرقي واحد الاسبوع او لا اربع ايام ولا هذا، وغادي ترجع الرحلات او غادي ترجع هاد الخطوط يعني البحريه. المهم اخوتي باش ما نطولش عليكم بزاف، الناس اللي هاد اللي كانوا مقطعين ولا هذا يتواصلوا مع الناس اللي قطعوا لهم، باش الناس كذلك ما تمشيش يعني تعمل البي سي ار، يعني يكونوا عارفين وصافي. وكنتمنى يعني هذا الشيء يعني تبارطاجيوها اخوتي باش يوصل يعني للاخوان كاملين. ودابا اخوتي يعني قبل ما نمشي ونشوفوا نخليكم مع الاوديو الطويل ديال القنصل العام، هنا غادي نهضروا على التهريب ديال الاورو، حيث تم توقيف مواطن او مهاجر مغربي. هني تمكنت عناصر جمارك بميناء طنجة المتوسط
الخميس من إحباط تهريب مبلغ مالي مهم يقدر بأزيد من 53,000 أورو. وأفاد مصدر جماركي بأن عناصر الجمارك العاملة في منطقة الوصول عثرت على 53,700 أورو. كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون القيام بالإجراءات المعمول بها والتصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. المهم أنتم أخوتي عارفين باللي المهم كملوا من عندكم وما نطولش عليكم بزاف اخوتي. يعني المهم وهو توقيف الرحلات البحرية ما بين ميناء طريفة الإسباني وميناء طنجة المدينة. وما عنديش التأكيد ديال الخزيرات السبتة، مين يكون عندي التأكيد نشارك معكم اخوتي ونخليكم مع الاوديو الكامل ديال القنصل العام للمملكة المغربية ببالما دي مايوركا. كما قلت لكم يعني القنصلية غادي تقوم بالعمليه ديال التنقلات. كما عارفين الازلا ديال او بالياريا يعني البالياريس يعني مايوركا، كاين بزاف ديال الجزر مينوركا ايبيسا وعده جزر اخرى، والقنصليه المغربيه بمايوركا غادي تبقى تقوم بالتنقلات باش توفر يعني داك الخسائر الماديه باش. ولهذا كنتمنى يعني تسمعوا الاوديو الكامل لان فيه توضيحات مهمه، لان هذا الشيء هذا غادي يكون بالموعد بالسيطه اخوتي، ماشي اي واحد يجي بالسيطه، لان باش ما تكونش اكتظاظات يعني كثيره وما نعطيوش صوره خايبه على الجاليه المغربيه بالمنطقه ديال بالياريس. نخليكم مع الاوديو ديال سي عبد الله بيدود. تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي عثمان الشكر لك اولا والامتنان على المجهودات اللي كتقوم بها باستمرار في مجال التواصل حول المواضيع اللي كتعلق بالجالية والإضاءة على مختلف الجوانب بالخصوص في المجال ديال تدبير الشؤون الإدارية والقنصلية. كنضم صوتي لجميع المتتبعين ديالك باش نقول لك الله يشافي الوليد والله يرد به ويرد بالصحة ديالو إن شاء الله يا رب العالمين. بخصوص الموضوع اللي هضرنا فيه المتعلق بالقنصليه المتحركه في اتجاه جزر ديال البليار، لابد من الاشاره انه هذه العمليه كانت يعني على اهميه بمكان، لانها كتجنب المواطنين ديالنا اللي تسكنوا في الجزر واحد المشقه ديال القدوم الى المقر في مدينه بالما، مجهود يوم كامل ضياع يوم عمل، حتى ايضا المصاريف المتعلقه بالتنقل يعني بعض المرات بالاقامه والتغذيه وغير ذلك. فلهذا لابد من تشجيع هذا النوع من المبادرات واللي خصها تكون موسميه، ما تكونش فقط في يوم في الصيف تحديدا. الدور ديالها ايضا هو تقريب ما امكن الاداره من المواطنين، وبالتالي هي يعني مرحله ايجابيه لابد من نعطيوها جميع الفرص ديال النجاح من كلا الطرفين. وتنشكر في هذا الباب النسيج الجمعوي اللي قام بواحد الدور كبير واللي هو مطالب في هذه العمليه هذه بتجنيد متطوعين، علما بانه زرت إيبيزا خلال يوم الجمعة ما دير يوم الخميس واتصلت بالإخوان اللي عبروا على التجنيد ديالهم من أجل إنجاح العملية. كان بغي نشيد العمل ديالهم ولكن كان بغي أيضا ننبه أنهم كان خرطوا معنا في هذا العمل بصفتهم تطوعية، وأنهم ما هماش المنظمين ما هماش وسطاء ما هماش مسؤولين، هما فقط كيساندونا وكيعاونونا في هذا المجال هذا من منطق انهم يعني غيورين على العمل، غيورين على السمعه ديال المغاربه، بغاو باش يكون كلشي منظم وتدير الامور على احسن ما يرام. العمليه اخي عثمان كتقوم على مبدأ يعني ديال المساواة بين جميع المواطنين،
الطريقه ديال العمل ديالها بسيطه وسهله وكتسهل لنا المرور للمرحله المقبله اللي هي القنصليه بالمواعيد. اذا فيكفي ان اي مواطن بغى باش ياخذ الخدمه اللي غادي يجي من قبل من قبلها انه يرسل بريد الكتروني، يرسل رساله الكترونيه فيها الاسم ديالو والنوع ديال الخدمه اللي كيطلب، ويرسل معها الوثائق المثبته واللي كاينه في الصفحه ديال الفيسبوك ديال القنصليه، فيها جميع البيانات، جميع الخدمات، جميع الوثائق المطلوبه وجميع الشواهد، جميع الوثائق اللي كتعمر يتيليشارجي يعني الشواهد او الاضاءه البيانات اللي كتخصو، المطبوعات اللي كتخصو، ويرسلها معباه ونهار تكون عند الموعد يجيب الاصليه ونربحوا الوقت في كل شيء. لابد من نشير ايضا انه هذه العمليه غادي تجنبنا المشاكل الفوتوكوبي والمشاكل اللي هي هذا، فغادي نجنبوها بفضل هذا البريد الالكتروني. المواعيد هي فرضيه اما للشخص بنفسه واما لرب الاسره او الام المسؤوله اذا كانت عندها بالطبع الصفه. الاجوبه ديال تحديد ديال المواعيد هي ترسل من طرف القنصليه ساعات من بعد، يعني ساعه او على الاكثر ساعتين من بعد المعني بالامر، باش تحدد له المكتب اللي غادي يكون فيه والساعه اللي غادي يكون فيها. وهذا غادي يجنبنا انه تعطى الخدمات في النظام وتحفظ الكرامه ديال المواطنين وديال الشركاء، وايضا بهدوء، وكيجنبنا المجيء ديال الكثره ديال الناس وداك العذاب الاليم اللي كيعانيو منه الاطفال والنساء في الشمس وفي الزحام. فهذه فرصه باش نجربوا هاد العمليه هذه بهدوء وبنظام. التواريخ ديال القنصليه غادي تكون يوم 17 و 18 و 19 يونيو من 9 صباحا حتى 7 مساء، يعني حوالي 10 ديال الساعات مستمره. والمواطنين اللي غادي يرغبوا في انهم ياخذوا الوثائق اللي كانت مودعة لنا اللي كانت عندنا حنا في المركز يعني ديال القنصليه في بالما، حتى هما بدورهم يمكن لهم يجيو يسحبوها ما بين الجوج، ما بين 12 والجوج كل يوم من الايام الثلاثه. بالنسبه للاخوان اللي ما كيتقنوش العمل يعني بالبريد الالكتروني وما عندهمش المام كبير بهذه التقنيه، فالمرجو منهم انهم يتصلوا بالاقرباء ديالهم الابناء او بعض المتطوعين اللي هما بانوا على الرغبه ديالهم في انهم يساعدوهم داخل الجمعيات والمساجد، وذلك باش يرسلوا فقط رساله بالبريد نيميل مرفوق بالوثائق ديال الطلب. ولا بد من نثيروا الانتباه ديال الاخوان ديالنا ان جميع الوثائق مره اخرى راه منشوره في الصفحه ديال القنصليه في الفيسبوك، وهاد الطريقه هذه غادي تجنبنا الكثير من التعاملات والمعاملات المعروفه واللي ما مقبولاش سابقا. اخر توضيح هو انه من بعد ما غادي نجزوا الوثائق على مستوى الجوازات وبطاقة التعريف الوطنية وغيرها والعقود، فغادي يتم تنظيم رحلة أخرى ديال موظف أو موظفين اللي غادي يرجعوا باش يسلموا هذيك الوثائق للناس في أيام غادي يتم تحديد، أو في يوم واحد في الحقيقة غادي يتم تحديد التاريخ ديالو من بعد ما نتلقاو ونستقبلوا جميع الوثائق. مرة أخرى كنشيد بالعمل اللي كتقوم به، وكان نعاود نكرر الدعاء ديالي لوالد ديالك بالشفاء إن شاء الله، ونتمنى أن الإخوان ديالنا ينخرطوا معنا لإنجاح هذه العملية اللي هي في صالح الجالية، ونرتقيوا بالعمل وتكون مناسبة يعني نتقنوا فيها هذه العملية باش تكرر وتعمم.
ولكم التحية وجزيل الشكر. الإضافة الأخيرة أخي عثمان هي أن نفس الإجراءات غادي تقام في القنصلية المتنقلة لجزيرة مينوركا ابتداء من بداية الشهر المقبل، يعني يوم 1 2 3 إن شاء الله. وهذه فرصة باش عاوتاني نردد واحد النقطة خاصة بأن المركز الإسلامي اللي موجود في إبيسا هو اللي غادي يحتضن هاد العملية، والشكر جزيل للمشرفين عليه ولجميع المنخرطين والمتطوعين ديالو، بالطبع الإخوة الآخرين اللي كل واحد من جهته كيقوم بشي عمل لصالح الجالية. شكراً.